مطابخ عصرية، قوة في الأداء، فخامة في التصميم، تقنية متطورة. أخسوليك صممت لكل الأذواق. أخسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية. وردة سرنا المحبة. يا اللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا، قوتنا في لمتنا. نجمة، اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جبن مرياح، علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تريبليكس جاسترو من مخابر لونفول فارما، متوفر في جميع الصيدليات. Votre cuisine autrement. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على لادوليسونس بريكوز، اللي هي نقولوا احنا المراهقة المبكرة، باش نشوفوا بيان سور مع الدكتورة شكيب الملهم بعد شوية ممكن الطفلة ولا حتى الطفل شنو يصير له، معناها علاش تجي المراهقة هذه المتقدمة. كيف كيف باش تكون بحضنا مدام زينب البرقاوي، سيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر، باش نكتشفوا بعد شوية ايش نوع محضرت لنا. دونك هذا وغيره موجود في برنامج الماتينال، لما كيما العادة نقولوا بونجور فدوش. صباح الخير فاطمه، صباح الخير مشاهدينا، نقول لكم ان شاء الله صباحكم دقله وحليب وكل شيء مزيان وبنين. يعيشك فاديه. صباح الخير شيف. صباح الخير فاطمه، صباح النور شيف فتحيه. صباح النور، نهاركم زين. صباح النور مشاهدينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا، الكل نصبحوا عليكم بالخير من جديد مع بعضنا في كوجينه الماتينال. اليوم باش نشوفوا وصفات متميزه، نبداوها بالحلو مع الشيف فتحيه شواشي. الو الحلو اليوم خاصيه نتاع نوات كوكو اللي نحبوها في الصيف، من الفاكهات اللي رخيصه وبنينه وسهله الخدمه بها. باش نعمل لكم بسكوي جاتو. بسكوي جاتو يتسمى بسكوي جاتو. باهي برشا، هذايا نشوفوه مع بعضنا ونشوفوا تفاصيله. وانا زاده في المالح محضر زوز وصفات سهلين. الوصفه الاولى باش تكون سلايطه، اخترت المكون الرئيسي فيها الجناريه، نحبوا نشبعوا بالجناريه صايت ونورمالمون ودعت، دونك اللي مخبي شوي جناريه عاملها ماريني وغيره تنجح له السلطه هذه. ومعها هي باش نحضر طبق مقرونه، اخترته باش يكون بيولوجي. المقرونه بيو نتاعنا هذه من عند ورده، نلقاو فيها انواع. اخترت باش نعملها بالعظم نتاع الصوبيا. عظم الصوبيا من حاجات البنينه برشا في الكوجينه، دونك باش نشوفوا كيفاش نحضروها. معاها صوص زاده خارق العاده، ما تنسوش تتبعونا وتاخذوا تفاصيل اطباقنا وحيده وحيده بعد ما نشيو لفاطمه ونبداو معاهم برنامجنا. مشكورين لي شيف. خلينا نشوفوا سبوت الخاصه بشركه السياغ، الشركه نلقاوها في المنزى واحد ونلقاوها في الحمامات. اكثر معلومات بيان سور بعد شويه مع لي شيف، اما قبل خلينا نشوفوا لي سبوت. سير مؤسسة سيا مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معكم خبراته في رسم البلان ديميناجمون تاعكم، كما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. المغرومين زاده وفرت لكم اللي تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمه في دياركم. باش تتعرفوا على جوده خدماتنا زوروا شوروم تاعنا في المنزه واحد ولا في الحمامات، وتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سياغ او عبر الهاتف 72 317 616. طبعا
دونك شركة الصياغة كما قلت لكم موجودة في الحمامات والمنزه واحد. احنا بحثنا سيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر مدام زينب البرجاوي. صباح الخير مدام. صباح الخير، ان شاء الله صباحكم زين ومبروك. يعيشك، كل عام حي بخير، ما عندكش برشا من عملت عيد ميلادك مدام زادة. يعيشك يعيشك، كان البارحة. يعيشك. دونك مدام على شنو نحكيو اليوم؟ اليوم باش نحكيو ديما على الجنينات، احنا ما عملنا البركون. اي توا عندنا باش ناخذوا اللي في الطبق الاسفل يسكن دون ان ابارتمون، والا اللي عنده فيلا وعنده دو ليسباس باش ناخذوا مكان باش نعملوه جنينه لينا احنا. اما بيان سور باش نحكي في الموضوع هذا ما قبل نرجع واحده لشيف. صياغه كيف ما قلت فاطمه موجوده في الحمامات وموجوده في المنزه واحد. الحمامات طريق كبير بوركبه كيلومتر واحد، غادي كتمشي وتلقاه واللي تلوجوا عليه الكل اللي يخص معدات المطابخ والمخابز والمرطبات وغيره، هذا الكل تلقاوه عند صياغه ويحطوا على ذمتكم فريق مختص يوجهكم ويقول لكم باقل الاثمان كيفاش تنجم تجهز كوجينتك، والا زاد ثم تلقاو عندهم لي كونطوار يطلعوهم سيغ ميزور كيف ما يقولوا على القياسات نتاعكم انتوما. دونك كوجينه كيف ما تحبها وتشتيها، حاجه بروفيسيونيل. تلقاو الشو، تلقاو الفروات، تلقاو الفريغو بانواعهم بوزيتيف ونيجاتيف، تلقاو التور ريفريجيري، هذوما الكل تمشيو عند سيار وتدلوا رواحكم، تاخذوا كيف ما قلت بغارانتي عينيكم غامضه، وعندهم سيرفيس ابري فونت طياره برشا، اذا ثم بان ولا حاجه يبعثوا لك الفريق في وقت وجيز يصلح لك لي بان نتاعك، ولا قدر الله هذيا الحاجات اللي تصير قليله معناها بهامش قليل مع سيار. انا نحب نقول زاده فتحيه عندها تجربه مزيانه مع سياخ كيف تزورهم ينصحوك بالكدا. اي ليزاماتور اللي يحبوا يعرفوا حاجات على ليزوستانسيل وعلى الماتيريال الخفيف اللي نجموا نستعملوه في الدار وما نعرفوش، ساعات عندنا حاجات يهديوهمنا ولا نشريوهم ولا نشروا عليهم ما نعرفوش شنو نعملوا بهم، عندهم اكيب كامله تقول لك كل حاجه شنو تصلح، معناها ما تشري حاجه لما تعرف شنو باش تعمل بها. يعطيك الصحه شيف، باش نبدا مع بعضنا. الجاتو بسكوي جاتو، هذا بسكوي جاتو. الو هوني عندي نوات كوكو، عندي 150 غرام نوات كوكو، نحط عليها 100 غرام سكر عادي، نحط عليها قرصة ملح صغيرة، عندي هوني كعب عظم الكل فوق بعضه ما لا ركضان لا حتى شيء، عندي سكر فاني سمارت شيف لابد السكر فاني راهو حتى يعطي نكهة، يعطي نكهة بنينة ياسر. هوني عندي 50 ميلي زيت نجمة ديو بلوس، وعندي 50 غرام زبدة مريح، هذوما نخلطهم مليح ومن بعد نقعد نتبع في الخلطة بالفارينة سبيسيال جاتو وردة لوطون اللي خلطت هذوما نرجعوا مع بعض. يعطيك الصحة شيف فتحية. أنا مشاهدينا باش نبدأ معاكم المقرونة، ديما نحطوا بحذانا طنجرة ماء تسخن باش نصمتوا فيه المقرونة خاطر الصوص ما تاخوش وقت، في وقت قياسي نجموا نحضروا صوص بنينة. أنا باش نطول فيها شوية باش ناخذ راحتي باش نوريكم كيف الصوص تعملوها بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها كيف بسيطة. هوني عندنا العظم نتاع الصوبيا تلقاهم عند الحواتة يتباعوا وحدهم، دونك ناخذ مقدار نتاع 200 غرام 250 غرام، نعرف هما غاليين شوية لكن كي تاخذ 200 غرام واحد معناها ماهيش إن غراند كونتيتي يتكلفولك مش برشا، وهكا حتى 200 غرام يعملوا مقرونة بنينة للعائلة. هذوما كعبات العظم نتاع الصوبيا باش نفركوهم ونقليوهم في الزيت نتاعنا كي يتبدل لونهم وقتها باش نبدو نفوحوهم. الزيت نتاعنا زيت نجمه ديو بلس، دونك توا باش نرجعوا بحذا فاطمه فيما العظم نتاع الصوبيا تقلى شويه شويه. مشكورين للشيف، نعاودوا نعطيو الكلمه لسيده الاعمال والخبيره في كل ما هو مفروشات وستائر مدام زينب البرجاوي. تفضل مدام نحكيو على الجنينات. الو لله، لو كان عندنا في الجنينه نتاعنا شجره والشجره ما نحبوش نزبروها سبحان الله، النجم تحتها هي او الشجره هذه، النجم الشجره هذه تحتها هي نعمل اكل قاعده كوسوسوا بنك قديم والا مش بنك قديم، ناخذ لي باليت مش الباليت، ناخذ حاجه اسيز ونعمل انا لظهره ويبدا ورايا الباك ورايا هذاك كله مبني هذاك، انا جو بروفيت باش نحطوا راه المخيدات ونجموا نعملوا في الارضيه سواء الحصر اللي هما نسيناهم هكا نوعا ما وهما يدوموا ويقعدوا برشا، سواء نعمل كيما الحصيره مش نتاع الجوامع اللي نات سيتون نات اللي مخدومه بكيفيه اخرى موديرن
نحطوا القديم مع الجديد ونحطوا كريسيات قدم كان عنا وندوروا بينا المحيبسات وتولي قاعدة حلوة وتضللها أكل شجرة. هذه دون لوكا وعندي شجرة. إذا أنا ما عنديش الشجرة نجم نعمل البرغولا هذيك لوح، أما نحب نغطيها بشجرة اللي هي لالييغ، وإلا نعمل لها أشجار أخرى، وإلا نعمل لها كلبر مقلي لي بتي كارو، وإلا حتى الحديد متاع العصافر اللي نعمل به القفص العصيفرات، ونعملوا أكل المخيدات ملتي كولور، ونعملوا أكل قاعدة. وإذا عندنا دي بانيي نخرجوهم، دي بوف نخرجوهم، تحب هكا عريانة. إذا تخاف من الناموس تعمل لو بلان جور اللي هو ما يخلوش الناموس يدخل، والا تعمل كيما حكينا الاسبوع الفارط لي فوالاج في المالتي، والا تعمل لي بلاك اوت، والا لو سيستيم اللي احنا نحكيو عليه جوغ نوي زاد يتعمل. هذه عندنا فيو سور مير، هذه تبارك الله دار نتاع الصيف فيو سور مير حلوه مزيانه، تاخذ اكل بناك اللي هما اسيز ولا اسيز ودوسيي، تعمل لك القعدات نتاعك، تعمل مسايندات، تعمل مخيدات، وما تنسيش راهم لي ريدو، ونعملوا لي ريدو اون لاميل هذيك باش تسهل لي المشي نتاع الريدو تهزو وتجيبو. هنا اذا ما عندي لا جنينة لا فو لا عندي حاجه، عندي بقيعه البرة، بقيعه نعملها انا وحدي، ناخذ هذوك يتشرو دو بارتو يتحلوا، والا تاخذ البرمقلي بالمترو تحط هاللي باكا فلور ترشقهم بالحديد وتعمل هكا البنك هذاك والمخيدات، عندك هكا البوف ديما بالنات اللي هو لو تيم نورفوجيان هكا بثلاثة سويقات، تعمل اون انسيان بوبيل والا نحط فيها اللانسال تزينها اون اتوندون حتى يتعدى الصيف وتعدى فترة السخانة، تحط هكا الشمعة، تحط لي باكا فلور، عملت جنينه انت من غير ما عندك. فيي كومون اون في هذايا احنا بالامكانيات اللي عندنا يلزم نخرقوا مكان جميل نقعدوا فيه نستريحوا فيه لابخي ميدي، وعندنا في الليل الليل نتاع الصيف طويل، مش لازم نهار كامل وجوهنا في التلفزه، واذا حتى سيبوزو عندك تلفزه رالونج وتخرج التلفزه. فما اللي يعمل التلفزه ينقب ويعمل في الحيط ويعملها ستور، ممكن تراها كان الشباك وبعدك تحل يطلع وتلقى التلفز كونستامون صيف وشتاء. يا لالا احنا ما نمشيوش لبعيد، نقول لك تنجم تخرج تلفزتك تحطها سوغ ان ليمون يمشي بالعجالي وتخرجها تفرج، والا فوق طاوله وتعدي السهريه نتاعك والسهريه نتاع الصيف الطويل. وتوا مع الكوفيد ومع الاحوال اللي هي مش ولا بد، ماذا بينا نعملوا كل شيء في ديارنا ونستقروا في الدار ونلقاو راحتنا في الدار. ترى شنو عندنا صور اخرى تشوفوا مع وائل؟ اي هنا عندنا، هنا عاد عملناها اللي عنده الامكانيات اكثر، هذه كلها عملناها باللار، عملنا لي باكا فلور توت اوتور تبناو، عملنا لي لوميير سوسبوندو اللي تلقاهم راهو يتباعوا دو بارتو. هنا عندك صاله قديمه خرجها، ما عادش صاله قديمه راك تجي تبيعها، ما تقسمها، والكل عندنا القديم والكل جددنا. يا لالا ما تقلقش، تحب تاخذ اللي يتباعوا في الاسواق الملاحف اللي هما من غير ما نسميو اسم سوم ما نعطيو اسوام ارخاص، تهزها وتغلفها اذا هي تمردت، سينو تخسر تغلفها وتعمل مخيدات وتحط هكا الكريسي هذوما ديما نحكيو اللي توا لي نات تخي زالا مود، ثريات اون نات، الكريسي اون نات، تعمل الالوان تلقى راحتك في دارك. هذه تعمل، اما تشري باراسول او تعمل باراسول من اللوح وتعمل لي لوميير نتاعك هذوما اللي هما شركه بالليمير، تعمل طاوله وكريسيات تفطر فيها، وهذوكم لي بيك هذوك موجودين في لي غراند سيرفاس راهو يشعلوا بالطاقه الشمسيه، ما عندك شيء تشارجيهم الشمس يشعلوا لك في الليل، ما تمثلهم شيء، ترشقهم وهذاك هاو ساعد بركة وقت تجي تسقي ولا تعمل غازون باش ما تضربهمش. هذه لي باليت توا اللي ما عندها لا صاله قديمه لا عندها بنك لا تحب تخسر تشري باليت.
الباليت اما نحطوا طابق واحد بركه نتاع باليت ولا كيبه هذه زوز، هذوما زوز باليت على بعضهم، تعمل لك جريريات الناس الكل نعرفوهم اللي كانوا نصمروهم هذوكم، نعمل لك جريريه هذيك ونعمل مخيدات محيبس منا محيبس منا، هذه تنجم تجينا وحلوه وما عندهاش الكلفه، ما فماش الكلفه، ولكن جماليتها تفوق الكلفه وتفوق الكل. تصور امراه قاعده هكا حاطه قهيوه قدامها، راجل حاطط شيشه، كل واحد حاطط كويس تي، وهما قاعدين يظهر لي منظر حلو وجميل، كل واحده تنجم تعملها في دارها، جاي شتا تلمهم تحطهم في مكان، في الصيف عم جاي تخرجهم تهويهم وتخرجهم، وهذه قاعدات سهلة ورخيصة بأقل أسعار، وتكون كل مرة أخذت راحتها في دارها ونعطيو الأفكار، تحب تعمل الستارة تعمل، تحبش تقول لي كيفاش مدام الستارة نقول لك بنا كيفية، نعملوا دي باغيت ننقبو ونحطوهم ونجموا نعملوا الستارات. فما لي باكافلوغ اللي نجموا نجملوا بيهم، هذا يا أن تيم دو باكافلوغ، تراه يعطيك تيم بوا وهو راه فخار، هذا يا فخار مي سي لا بانتور اللي عطاتو التيم هذا. تصوروا انت فك القاعده هذيك شنو يعطيني، عندنا الاخرين عندنا هذا ام تري بو ديسان حلو ويعطيها الصحه البنت اللي تخدم فيهم وتعمل فيهم، الكل مانيوال. عندنا انوتر، تصوروا انتوما هذوما ثلاثه واربعه محطوطين منا ومنا معك القاعده الجميله، يظهر لي تزيدني لو بلو فالو. صحيح. بيه مدام نذكروا الناس بلي شورومز نتاعك كاليز ادغاز تليفونات. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم، عندنا شوروم نتاع العوينه قدام تعاونيه الحرس الوطني، بحذاها شوروم بيتك اللي هي فيها حتى لي بو كيف القفه، هو بو توا يلقاوها يمشيوا يلقاو نموذج من الحكايات هذو. عندك اللي في حدائق المنزه بحذا المعرض، عندك الاخرى في صفاقس وبار لا ميم اوكازيون نسلم على صفاقسيه والدايرين بصفاقسيه وكل جمهوريه تونسيه، غود دو لافران كيلومتر السيد، وعندك في الحمامات انا بعث لهم تحيه ثنيت المرازكه 500 متر بعد لو بروميي فو روج، يخليكم بعد لو بروميي فو روج راهي الفترينه كلها فيها صوره نتاع مدام برقاوي 3 متر ونص، زعما حتى ماشي بالكرهبه تراها ما تريحش فيها. الهواتف هو 98 53 13 83، وعندكم ال 20 53 13 83، ومرحبا بكم. ونشكر كل من اللي هناني في عيد ميلادي منهم قناة التاسعة الماتينال، نشكرهم برشا برشا، يخليك. شكرا شكرا. وما ننساوش زاد الباج فيسبوك نتاع مدام برقاوي ريدو دو اوريجينال، زيدوا كلمة دو اوريجينال وبعده تلقى معاها الانستغرام توسا. مشكورة مدام زينب البرقاوي، هات نرجعوا بحذا لي شيف. يعطيك الصحة فاطمة، باش نرجعوا نكملوا مع بعضنا أطباقنا اللي تستنى فينا مع الشيف فتحية الشواشي، وين وصلنا في البسكوي جاتو هذايا بعد ما خلطناه؟ ألوغ تخلط أكل الخليط اللي قلت لكم عليه، نواة كوكو والسكر والسكر فاني سمارت شيف وكعب عظم والزيت والزبدة، توا باش يولي هو جاتو يلزموا فارينة سبيسيال جاتو وردة. نزيدوه الفارينة. فارينة هوني عندي 50 جرام فارينة سبيسيال جاتو وردة، ونحط معاه شطر باكو خميرة تاع جاتو سمارت شيف، هذوما الكل نخلطهم مع بعضهم باش تولي عجينه متناسقه، ومن بعد نكملوها مع بعضنا. يلزم تتخلط مليح مليح تولي عجينه، خاطر الفرينه هي اللي باش تعطي العلق شويه. علاش هو اسمه بيسكوي جاتو؟ على خاطر في العاده لي بيسكوي بنوات كوكو قليل ياسر وين يحطوا فيهم فرينه، لكن هذا فيه الفرينه ويلزم يعطي العلق نتاع بيسكوي، هذاك علاش نخلطوا نعجنوا ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا تشكيلته كيفاش. يعطيك الصحه شيف فتحيه، انا حليت الباكو نتاع المقرونه نتاعي من عند ورده، مقرونه بالقمح البيولوجي كيف ما قلت لكم، اخترتها سبيرال. العظم نتاعي بدا يطيب هنا، باش نحط المقرونه ما تاخوش وقت خاطر الصوص كيف ما قلت لكم، تتسمط المقرونه بحذاي، او ميم طون نكمل لي ديتاي الاخرين اللي يخصوا الصوص اللي اخترنا اليوم نعملوها بعظم الصوبيا. دونك نحرك المكرونه نتاعي، نحط معاها شويه ملح هكا، امورنا واضحه. هذه هي المكرونه روسور
بالقمح البيولوجي من عند وردة. هوني العظم شوفوا كيفاش اللون نتاعو تقلى، ما يلزمش يقعد يطيب برشا خاطر ما فيهش روح. هنا نزيد عليه شنو باش نزيد عليه؟ خلطه عملتها نتاع ثوم وحبق بزايد حبق، رحيتهم مع بعضهم ثوم وحبق باش نحطهم يتقلاو مع العظم نتاع الصوبيا شويه هكا، دوبا ياخذوا شويه سخانه ما يلزمش ياسر، ونبدا نفوح. عندي هوني شويه فلفل اكحل باش نعملوا، ولا فلفل ابيض اللي عنده، ونحط معها شيشه ملح. هذيا لفاح نتاعي المقرونه بطريقه بسيطه برشا، خلطهم الكل هكا، نحط فيها شويه توماتو سيريز تعطيني لون مع البات، هذوما يتقلاو شويه. نزيد عليهم توا الكريم فريش ليكي، دونك عندي كريمه طازجه فريشكه هوني، هاك الكريمه السائله مش العاقده، نحطها مع الحبق والثوم والعظم نتاع الصوبيا. شفنا المكونات كيفاش بسيطه برشا، هذه نخليها تاخذ غلوه صغيره، ومن بعد نرجع لكم نكملوا مع بعضنا المقرونه اللي قاعده تطيب ديجا، نوريكم السر فيها في الاخر. هذه مقرونتنا بعظم الصوبيا، يلزم تحضر وتاخذ وقتها، لكن قبل خلينا مع فاطمه. يعطيكم الصحه للشيف، خلينا نشوفوا تويكا فقره زميلتنا قبل، برايك شنو محضره اليوم؟ من عام 96 كنا من أول المبادرين، مثابرتنا وجديتنا تحكي علينا، نجاحنا يترجم خبرتنا ومعرفتنا، صنعنا أبطال اليوم عندهم صيت في البلاد. LHE امتياز، مرافق عصرية، بنية تحتية، علاقات دولية، ملتقيات. LHE une école pour la vie. تحب تسافر من غير ما تحسب؟ تحب تفرح ولادك؟ تحب تتفرد في أحسن ليزوتيل؟ تحب تعمل عمرة؟ تحب تعمل فواياج سور ميزور وعلى كيفك؟ مع سفر توريزم اي فواياج تو دوفيان اكسيسيبل. سافر ب 60 دينار كهو والباقي حتى ل 36 شهر. تمتعوا بدي برومو يوصلوا 60% ودي فاسيليتي دو بايمون يخليكم تسافروا مرتاحين. مع سفر توريزم اي فواياج تفرهد وما تحسبهاش. صباح الخير فاطمة، شكرا ليك، تحية لكم انتوما. اليوم جمعة نحكيو بطبيعة الحال بالأرقام باش نحكي على العنف المسلط على الأطفال. وحسب تقرير رسمي صدر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تلقاو مندوبي حماية الطفولة أكثر من 17506 إشعارات تتعلق باعتداءات وتهديدات للأطفال، غالبيتها في إقليم تونس الكبرى، نحكي على تونس وبن عروس ومنوبة وأريانا، وإن سجلت الولايات هذه أكبر نسبة من الإشعارات ب 27.42 بالمئة. وحسب ذات الأحصائيات تعتبر الأسرة أكثر فضاء يتمارس فيها اعتداءات ضد الأطفال بنسبة 53.88%، يعني المنزل مازال يشكل التهديد بمعدل 9432 إشعار في العام، ويجي بعدها الشارع بنسبة 21.38% بمعدل 3743 إشعار، وفي آخر الترتيب المؤسسات التربوية بنسبة 13.3%، أي ما يناهز 2329 إشعار بالتهديد. وعدد الإشعارات اللي تشكل العائلة والأقارب مصدرا للتبليغ فيها وصل لل 10138 بنسبة 57.91%، والسلطات الأمنية عدد الإشعارات فيها وصل ل 1631 أي بنسبة 9.32%، ثم تليها المؤسسات التربوية ب 1400 إشعار وبنسبة 9.32%. من بعد نلقاو المؤسسة الصحية اللي تحتل المرتبة الرابعة ب 1205 إشعارات وبنسبة 6.88%، وعدد الإشعارات في بيئات أو أماكن أخرى يتراوح ما بين 4.83% في المؤسسات الاجتماعية ب 845 إشعار، و 2.4% صادرة عن منظمة أو جمعية اللي وصل فيها 420 إشعار فقط. وبلغ عدد الإشعارات الصادرة عن مندوبي حماية الطفولة اللي ما تجاوزوش ال 549 إشعارات صادرة عن الأطفال بحد ذاتهم نلقى 1.42%. تقريبا كان هذا رقم اليوم، طول الكلمة ليك يا فاطمة. من عام 96
كنا من أول المبادرين. مثابرتنا وجديتنا تحكي علينا، نجاحنا يترجم خبرتنا ومعرفتنا صنعنا أبطال. اليوم عندهم صيت في البلاد، ليش امتياز، مرافق عصرية، بنية تحتية، علاقات دولية، ملتقيات. ليش اون ايكول بور لا في. تحب تسافر من غير ما تحسب؟ تحب تفرح وليدك؟ تحب تتفرد في أحسن ليزوتيل؟ تحب تعمل عمرة؟ تحب تعمل فواياج سور مزيغ وعلى كيفك؟ مع سفر توريزم فواياج تو دوفيان اكسيسيبل. السفر بستين دينار كهو والباقي حتى لستة وثلاثين شهر. تمتعوا بدي برومو يوصلوا 70% ودي فاسيليتي دو بايمون يخليكم تسافروا مرتاحين. مع سفر توريزم فواياج تفرهد وما تحسبهاش. يعطيك الصحة. قبل بريك وقايد نشوفوا نخرجوا بلوتو فاصل ومن بعد نرجع. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. يا اللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. يلي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابة بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته ومش نورمال. توين الخبز؟ قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. أما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة، برشة تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي، وين نلقى راحتي وجوي، وين نتفند ونحي تعب النهار هين. كوزينة، votre cuisine autrement.
سمحني اختي عندك امين تتزنف لي قوي المناعه. صف عايشك. صف صف سامحني. اما شنو عندك امين تتزنف؟ لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه الفيتامينات. هيا به امين تتزنف اختي ريتو هذا يقوي المناعه اللخ فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا. امين تتزنف نشاط وحيويه. إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. مطابخ عصرية، قوة في الأداء، فخامة في التصميم، تقنية متطورة. أخسوليك صممت لكل الأذواق. أخسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية.